في مصير معنا هذا المساء. تحية كل ضيوف سيدي بوزيد، مصير معكم في عروضنا لهذا المساء. العروض مستمرة، والمرة هذه النسمة تجينا من الشمال الغربي من ولاية الكاف، منتخب المنظومية الجهوية للتربية بولاية الكاف. كلمة الفهد. لمتنا نسمة الكاف وهواها كامل الأوصاف، بدروبها بجبالها سهولها بسيالها، بلوانها وربيحها ونوارها، للسلس الساس للسلس الساس الجيران، وجيانا تغني على مان، تغني على الخضرة والغلة، تغني على الجربي والحلة، المربع ومنورة والغيطة صاحب العمارة. نتمنى نعزف للحان الجمع الغير النسيان، نتمنى نشمف الاسماع كمان جودرها لماع، غنية تطرب وتثقف مواويل تهذب الاذواق، بالموسيقى بالموسيقى نتعلم ونرسم احلى درجات. تجربتي اليوم نقدمها معزوفة المقامات، بيها نبني ونعلم ونرسم أحلى نغمات. أولا مرحبا بالجميع، نحن منتخب الجهوي للموسيقى بوساطة مدرسة الكيف، سنقدم لكم في البداية معزوفة أمل، ألحان مربي طفولة سيد حسني مراد، وصل في المقام حي السيكا. احنا ولاد كيف لحنينا الحال الاستاذ حسني مراد وجرجار وهز عيون. بالنسبه للعزف الفردي امير حمدي على آلة كمان، سامعي محي الكردي اشلاي، وادم غزيل على آلة الاكورديون الف ليله وليله. ناتي للغناء الفردي، ستؤدي التلميذ إليف الحيدري اغنيه ابي، الحان مربي طفوله السيد حسني مراد، ثم تلميذ يمنى مسيحي بأغنية ما نحبش فضة وذهب. نتمنى توفيق للجميع، تحية كافية من هنا. شكرا ذهب من كبير جهوية للتربية بكياس بقيادة الأستاذ المشرف سيد مراد حسني. Thank you.
Thank you.
وممثلات وزارة التربية.